احسنتي. كم الناتج النهائي؟ 4.8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي لمياء صباح، في الصف السادس بمدرسة أول. مدرستي هي بيتي الثاني الذي تنال منه العلم والمعرفة، تقدم المعلومات المتنوعة، تعلمني الآداب والقرآن. طموحي أن أصبح طبيبة في المستقبل. سوف نتعرف على التعريف فقط، هي أداة للتعريف باللغة العربية. بركاته. الاسم جواهر قندح، والدة الطفلة لمياء محمود الصباح. هادئة مثابرة، تعتمد على نفسها، تحب قراءة القرآن، تحب الرسم والألوان. آمالي المستقبلية أن ننعم أطفالي بالأمن والأمان، وأن يحققوا قدر كافي، أن يحصلوا على قدر كافي من التعليم، وأن يحققوا نجاحات مستقبلية، وأنا أدعو لهم دائما بالتوفيق الدائم. أحضر إلى المدرسة لأنني أنا المعلمة فاطمة قندح، أدرس طالبات الصف الثالث، معلمة الطالبة لمياء صبيح، أدرس جميع المواد كالرياضيات واللغة العربية والعلوم الشرعية. طالبة لمياء ذكية، تعتمد على نفسها، سرعة استجابتها ومشاركتها، محبوبة بين أصدقائها، ولبقة مهذبة. أمالي أن تصبح هي وصديقاتها إن شاء الله تنعم بالأمان وأن تصبح طبيبة. أتوجه بالشكر العميق لمنظمة سيريا كير لجهودها المتواصلة في السعي لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. أتوجه بالشكر لمنظمة سيريا كير وللشعب الماليزي المسلم على اهتمامهم بهؤلاء الأطفال الأيتام، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم لهؤلاء الأطفال الأيتام. نشكر الشعب الماليزي المسلم ونشكر جمعية سيريا كير على اهتمامها واستمراريتها في دعم التعليم في مدرسة ألفة.